ألقت مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى ومن خلال تنفيذ واجبات التفتيش والتدقيق الأمني القبض على 7 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في سيطرة النصر مداخل المدينة طريق موصل بغداد جنوب مدينة الموصل. وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن 2 منهم كانا يعملان فيما يسمى بالأمنية والحسبة، والبقية كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بجيش الفرقان وجيش أعماق وفرقة نهاوند القتالية خلال فترة سيطرة داعش على الموصل.